كشف كمال عربة رئيس المدير العام للصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي عن إجراءات جديدة لتأمين الماشية سيستفيد منها الموالين. وقال عربة في تصريح خاص به تلفزيون النهار بأن الإجراء يتمثل في تزويد المربين بشرائح توضع على المواشي لتحديد عددها ومكان تواجدها، وهو ما يسهل أكثر تأمينها. التفاصيل في ميكروفون نور الدين الرحماني. هو تعريف المواشي، تعريفها باش نجم التغطية التأمينية لازم تكون معرف المواشي. اليوم المشكل المطروح هو التعريف. عندنا مشروع تعاضدي اللي رانا نسعاو في قيد الدراسة وتقريبا انتهينا من الدراسة، هي التعريف بالخرسانة. الخرسانة هي الخرسانة توضع في الماشية، كل ماشية تكون نعرف سيتي بيس نعرف وين موجودة هذه الماشية، نعرف الوضعية الصحية نتاعها، ولو تسرق نعرف. وبهذا النمط إن شاء الله بهذه التعاضدات هي اللي راح تكون فيه التغطية الصحية، تكون فيه توزيع الأدوية، توزيع الآلاف إلى غيره. بهذه التكنولوجيا الجديدة راح نعرف الماشية نتاعنا أين هي موجودة، ونخلي المربي مرتاح، نخليه مرتاح، راح يكون فقط بالتربية الماشية وتحسين السلالة. هذا وستنطلق العملية في سنة 2016، على أن يتم الشروع في الدراسة لهذا المشروع هذه السنة. راح تكون في اتفاقية ما بيننا وبين اتصالات الجزائر، والغلاف المالي ما يتعداش 5 إلا 6 ملايير سنتيم، وراح يتكفل به 100% الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي حتى نقدم هذه الخدمة التكنولوجية الجديدة للفلاح، للمربي عفوا، راح نقدم له هذه التكنولوجيا الجديدة، وما نخليش مش مباشرة نطلب له باش يمارس، لأنه هو صندوق تعاضدي، راح الأموال كل هذه الأموال راح يسدها الصندوق ويقوم بها الصندوق. 2016 تنطلق العملية. سنة 2016 منها إلى آخر السنة، لأن تطلب الدراسات تستغرق سنة، ننطلق في العملية في هذه السنة.